سؤال حضرتك، لما هو في عمارات جديده قدامكم مبنيه علشانكم، انتوا ليه قاعدين في العشش؟ هم مش نقلونا، ده ضربونا وبهدلونا ورموا حاجتنا في الشارع. احنا ما لحقنا بطانيه ولا حله ولا حاجه، لا دخلوا فينا بالبلدوزر. عندكم مين اللي دخل فيكم بالبلدوزر؟ الحكومه. طب تتركوا الشقق اللي بنينها عشانكم ليه؟ ده ما سلموا ناس من جوه، جابوا ناس من عندكم الخشب سلموهم هنا واحنا ما سلموناش. انا طلعوني بره، جابوا لي الامن المركزي. اطلع يا ست، قلت نطلع نروح وين؟ قال روح في داهية. روح في داهية، اعمل بك ايه؟ جابوا لي الامن المركزي وطلعني. يعني تعالي هردوكي برا، انا ودوك النائب المحافظ وهردوكي. ايه انت ايه؟ قلت له عاوزه اوضه وصاله بس، اداريني انا وابني ومرات ابني وابني وجوزي ده مقلقني برضه، ليه اوضه الراجل برضه. اهم حاجه ان انا خدوني بالسياسه وطلعوني بره وقعد يحايلوا فيا، معلش يا حجه، وخدونا على بره. اصبر ثواني، هنخلي النائب المحافظ يكلم. يا باشا يا باشا يا باشا، ما فيش يا باشا، كاني كلبه وجرها من ورماها. انا ما خدتش وبدفع عوائد، جدي بيدفع عوائد، ابو ابويا ضرب لي الحكومه ومعانا ورق، وطلعت من هنا وانا مولود هنا. 45 اسره مرميه تحت السور، 45 اسره. ازاي ما اخدش؟ طب هم بنوا عمارات جديده دلوقتي، سواء احنا لسه شايفين عمارات جديده مبنيه، ليه انتوا ما اخدتوش فيها؟ بس عايز اعرف. جابوا ناس من اخر الدنيا من كبر خشب وما هدوهمش، يعني اللي استلموا هنا اللي استلموا هنا بيوتهم من اخر الدنيا كبر خشب وما تهدوش، واحنا اللي بكنا جم قعدوا ايه؟ قعدوا بكنا وهيجيبوا ناس ثانيه اترمينا في الشارع. تمام، انا عايز اعرف من حضرتك كام عدد الاسر اللي ساكنه في عشش الشارع السودان؟ حوالي 250 والمتضرر كام اسره؟ المتضرر 44 كله. حلو قوي. وعدد الشقق الجديده اللي اتبنت كام؟ 75. اللي سكن منها كام؟ اللي سكن منها 18 منها. والباقي لسه فين؟ الباقي لسه في الشارع مرمي تحت السور. الباقي لسه في الشارع؟ ايوه يا باشا. تمام. أيوة. طيب انت حضرتك تقول ايه للمسؤولين عشان يحلوا لك المشكله دي؟ المسؤولين نرجوهم لا يرضوهاش على عيالهم، يترموا رميتنا رميه الكلاب واولادنا بعيالهم. عيالنا باولادهم ما يصحش ان احنا نترمي رميه الكلاب، واحنا في عصر السيسي المحترم اللي احنا انتخبناه وقلنا لينا رئيس محترم انتخبناه. تمام يا حضرتك. حضرتك بنقول له راعينا يراعيك ربنا، وراعوا ضميركم معانا. المرميين حسبنا الله ونعم الوكيل في كل اللي ظلمنا. يعني الدنيا بتنطر علينا، ها ودينا قاعدين في النطر. ان شاء الله مشكله حلوه. ما فيش رحمه ولا دين ولا حد رحمنا. ناس ظالمه، ظلمونا منهم لله. قالوا هنسلمكم، جابوا الناس من اخر الدنيا سلموها واحنا لا. وقول للسيسي، وقال ده احنا انتخبناه. الله يقطع المحافظ تاكل عربيه ورئيس الحي. وجاب ودول ليهم اوض ما تهددش، اوضهم هناك. تمام. دلوقتي احنا يعني احنا نتهدم، انا خاطش خاصك انام في الشارع.